شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الجانب الإماراتي لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية الاقتصادي والإحصاء والتشريع. صباح خير يا دكتور. أهلا، صباح خير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دايما منورنا في صباح مين. صباح. عزيز بداية فندي، بنقول للناس فكرة عن هذا الاستثمار أو هذا المشروع باستفاضة. يعني هو طبعا يعني لو نظرنا المشروعات السابقة، على سبيل المثال مشروع مدينتي، وده كان مشروع بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص مقابل حصول الدولة على حصة نقدية وحصة عينية، يأتي هذا المشروع على هذا الغرار وعلى غرار غيره من المشاريع. هي شراكة ما بين الدولة المصرية وما بين الاستثمار أجنبي مباشر، تسعى كل دول العالم إلى جذب الاستثمار المباشر، ونجاح مصر في هذه الصفقة ده شيء طيب جدا. يعني عندما نتحدث عن أن حجم الاستثمار المباشر كان بيدور سنويا، كان بيدور حول الرقم 10 مليار دولار سنويا، وكنا بنحصل على المركز الأول إفريقيا بهذا الرقم. فإذا بصفقة واحدة يصل حجمها المبدئي لنحو 35 مليار دولار. طب دكتور، عشان نبسط الموضوع أكتر للي بيشوفنا، يعني إيه استثمار مباشر؟ استثمار مباشر ده بالمستثمر الأجنبي، إن كان شركة أو أفراد، بيأتي لينفذ مشروع حقيقي على الأرض كمصنع أو مدينة سكنية، وده على خلاف الاستثمار غير مباشر اللي بيتم عن طريق مثلا البورصة المصرية، أن يشتري أسهم في شركة وتكون هذه الشركة قائمة ويبيع ويشتري في البورصة من الخارج، أو يدخل في استثمارات الديون الحكومية بأن يقوم بشراء سندات حكومية لدولة ما، وتقوم الدولة من خلال هذه السندات ببناء مشروعات. يعني خلي بال حضرتك أن الدولة تصدت في مجال التنمية بصورة كبيرة جدا في الكثير من المشروعات، بأن تقوم بالتنمية بذاتها، أن تحصل على تمويل دولي من مؤسسات التمويل التنموي لتنشئ مشروعات. بعد ذلك كان هناك مطالبات بجذب استثمار مباشر، وأن يحل الاستثمار الأجنبي المباشر محل التصدي الدولة، وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص المصري والأجنبي. من هنا فإن الدولة بتفعل عملية تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي. فإذا كانت الشركة تراكم ما بين الدولة والكيان الإماراتي، إلا أن الشركات المصرية هي التي ستنفذ. يعني هذه الشركة التي تم إنشاءها سيتم من خلالها التعاقد مع شركات حكومية في الإنشاء وفي كل ما يتعلق بإنشاء هذه المدينة. فالمصريين هم الذين سيعملون في هذا المشروع، وهم الذين سيستفيدون استفادة مباشرة من خلال فترة التنفيذ. صحيح يا دكتور وليد. طيب تحياتي لحضرتك يا فندم. عايزة يعني قوة الدولة المصرية وثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية، ان هي قادرة ان هي تخطي الأزمات، وان هي يعني الثقة في القوة السياسية والاقتصادية لمصر. انا عايزة اسأل سؤال الناس العادية يا فندم، يعني انا مكاسب مصر من المشروع ده هتعود عليا بايه؟ ما انت هتلاقي الناس في الشارع تقولك ايوه انا هستفيد ايه. يعني هي حضرتك لما بنتكلم على مئات الالاف اللي هيعملوا في هذا المشروع، عندما يحصلون على رواتب تساعدهم على الحياة، هي استفادة كبيرة. فأنا بالنسبة لي أنا كمواطن، الاستفادة الأولى هي مبدئيا إما أن يكون لي أحد أفراد أسرتي سيعمل في المشروع، أو أن من سيحصلون على رواتبهم في هذا المشروع سينفقونها في مجال شراء السلع والخدمات لتحريك السوق. ده فضلا عن الفايدة المباشرة اللي حدثت بالفعل، حدثت تراجع أسعار الصرف، ألا يعد فائدة مباشرة سيشعر بها المواطن خلال الأيام والأسابيع القادمة مع استمرار هذا التراجع وقيام المنتجين بشراء مستلزمات إنتاجهم من الخارج بأسعار الدولار الأقل تكلفة، بالتالي ستنعكس بالتراجع في الأسعار بصورة تدريجية. يعني ده يا فندم هيأثر على السعر الدولاري وهيأثر على الأسعار السلع والحاجات اللي هي في متناول الناس؟ هو الخطوة الأولى. يعني أنا بس أنا عايز أقول حاجة،
احنا اقتصادنا اقتصاد كبير، ومش عايزين نقول ان هذه الصفقه او صفقه واحده يعني تقدر تغطي هي الحل، لكن هذه الصفقه يعني خففت الضغوط بصوره كبيره جدا على الاقتصاد. صحيح. اعطته الرئه التي يتنفس بها. صحيح. لان الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الاوراق، وانا دايما كنت بقول كده وبقول كده مع مداخلاتي معاك، والاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الاوراق، ولازم اذا كنت حضرتك بتكلمين عن ثقه المؤسسات الدوليه، انا شايف ان احنا اللي محتاجين نثق في انفسنا اكثر. صحيح. من كده، لان احنا بنشوف ان العالم الخارجي بيثق فينا اكثر ما احنا بنثق في انفسنا. احنا محتاجين نعرف قبل الإعلان عن هذا الاستثمار سمعنا بعض الأقاويل أو بعض الشائعات، وفي ناس بتقول إن دي صفقة بيع، أو خلينا نقول بالمعنى الاقتصادي هذا استثمار ولا استحواذ؟ فعايزين نعرف من حضرتك. هو ما يعني خلي بال حضرتك إن أنا هذه الصفقة أنا عندي الشركة واضحة بنسبة 35% 65%، دي حاجة. الحاجة الثانية إن ناس متصورة هو المنتج النهائي في الآخر هيكون إن في مواطن بيشتري شقة، يعني هذه الشركة مش هتعمل إيه بالأرض؟ إحنا بنتكلم في شخص هيجي بعد كده هيشتري مول، هيشتري إيه؟ هيشتري شقة، هيشتري من نشاط تجاري، ده شراكة زي اللي إحنا بنشوفها زي الناس اللي اشتروا في مدينتي واللي اشتروا في دريم لاند واللي اشتروا في الاماكن الكثيره اللي موجوده في مصر. انما اللي بناكده النهارده وبسال حضرتك، هي الناس اللي هذا المشروع هيدفع ضرائب في الخزانه المصريه ولا لا؟ ما بيدفع ضرائب في الخزانه. صحيح. المصريه الناس اللي هتشتري عقارات واللي هتعمل انشطه هتدفع ضرائب للخزانه المصريه. الامن اللي موجود، الاداره المصريه لكل تفاصيلها، هذه الشركه لما تيجي تبني مبانيها ما تحصل على تصريح البناء من الدوله المصريه، هو مشروع مصري 100% يخضع للسياده المصريه مثله غيره من المشاريع القائمه والموجوده بالشراكه مع القطاع الخاص المصري والاجنبي، ولكن هذا الحجم الكبير هو ما يميز هذا المشروع الذي يعكس علاقه طيبه ما بين الشعب والقياده السياسيه ما بين مصر والامارات، وكما يعكس نجاح الدوله المصريه في تعزيز منتجاتها. يعني بص يعني اقول لحضرتك بصراحه، كل دول العالم عندها بحار وكل عند الدول العالم عندها اراضي على البحار، ولكن مصر التي قدرت تدبر طاقه كهربائيه هائله سيتم بصوره متعثره الحصول عليها من خلال محطه الضبع النوويه، مياه الشرب اللي من محطات التحلية اللي بيتم تنفيذها وبعدها تم افتتاحه على البحر المتوسط، ودي اللي هتوفر المية للمشروع وغيره من المشاريع، الربط بالسكة الحديد اللي ربط رأس الحكمة مع العالمين مع العاصمة الإدارية الجديدة مع أكتوبر مع العين السخنة، ده قرب المسافة وسهل الوصول إلى هذا المكان، تطوير طريق الساحل الشمالي وربطه مع القاهرة خلال ساعات محدودة، كل ده اللي قدر يجعل من هذه قطعة مميزة من خلال ما ضخته مصر من استثمارات في البنية التحتية خلال السنوات الماضية. صحيح. نتمنى طبعا مزيد من التوفيق والنجاح ومزيد من الاستثمارات اللي تكون ناجحة في مصر. نشكرك جدا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع.